طيب ده كان فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تعالوا بقى نروح عشان نتعرف وناخد مع بعض جولة صحفية في المواقع والصحف الرياضية محليا وعالميا مع الزميلة العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي من مقر جريدة الشروق. يا روزان صباح الفل عليكي، وطل علينا بقى بأخبارك وعناوينك ومنشطاتك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواندو، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل طبعا ما ندخل في الأخبار بتاعتنا النهاردة، هنفكر المشاهدين كالعادة بجدول مباريات النهاردة الأربع 11 نوفمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليبيا مع غينيا الاستوائية في تمام الساعة 9 مساء، كينيا مع جزر القمر في تمام الساعة 6 مساء، أوغندا مع جنوب السودان في تمام الساعة 3 عصرا. أما المباريات الودية النهاردة، فرنسا مع فنلندا في الساعة 10 مساء، هولندا وإسبانيا في الساعة 10 إلى ربع مساء، ألمانيا والتشيك في الساعة 8 مساء.